خدمات متنوعة تقدمها مبادرة أنت الحياة بقرية طنسة مركز بباب محافظة بني سويف. تشمل الخدمات قوافل طبية وبيطرية وتوزيع الأدوية بالمجان على الأهالي. الحملات تستهدف الأسر الأكثر احتياجا بشكل خاص وأهالي المنطقة بشكل عام. مبادرة أنت الحياة تهتم أيضا بالجانب التوعوي، حيث تنظم ندوات توعوية يقدمها علماء من الأزهر الشريف. مبادرة أنت الحياة من أكتر المبادرات اللي بتقدم خدمات متنوعة لحياة كريمة، ومش بتبقى يوم ولا اتنين لكن لمدة أسبوع كامل، وده يوم جديد من فعاليات أنت الحياة بقرية طنسة مركز بيبا بمحافظة بني سويف، واللي بتشمل خدمات كتيرة ومتنوعة. والله إحنا في اليوم الرابع لمبادرة أنت الحياة، مبادرة بتشمل قوافل طبية وقوافل علاجية، والنهاردة لأول مرة بنشرك القوافل البيطرية. برضو كان في صرف أدوية برضو للمواشي اللي كانت بتعاني من أمراض للدكاترة برضو مجانا، وكان عندنا برضو قوافل للأسرة وتنظيم الأسرة. شهدت الفعاليات إقبال كبير من الأهالي، وده للاستفادة من التخصصات المختلفة بالقافلة الطبية، سواء الطب البشري بتخصصاته الموجودة أو الطب البيطري. والله احنا بنقوم بالكشف على الاسر الفقيره وجميع المرضى، وفي تردد كثيف زي ما انتم شايفين بره. انا هنا موجوده عشان كنت بكشف ببلاش وادانا العلاج ببلاش، كشف ببلاش وكل حاجه ببلاش، ونشكر الرئيس السياسي. هي من اغلب الحالات اللي جت لنا النهارده كان اعراض اللي هي الحمى الثلاثيه، حمى 3 ايام دي، تم التعامل بها بحاجات خفض الحراره ومضادات حيويه. كان عندنا عجله صغيره كده فيها حمى كلعيه، وجبنا هنا الدكاترة جمعوا معاه بالواجب على طاحوا جديد يعني. وكمان كان في ندوات توعوية، ودي بمشاركة علماء من الأزهر الشريف وأساتذة كلية العلوم لذوي الاحتياجات الخاصة. دائما الأزهر بيكون له كلمة في كل المحافل واللقاءات، وخصوصا النهاردة هم عاملين يوم للقرية في قافلة طبية غير مسبوقة في البلد عن طريق هذه الكلية العريقة، كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة. وكان لزام على الأزهر الشريف أنه يشارك مع حضراتكم عشان يرفع عن كاهل الناس من جانب ويوعوهم بما لهم وما عليهم في مثل الذنوب. نظمنا أكثر من فعالية النهاردة، من بينها إجراءات كشف مبكر عن الإعاقة بمساعدة المعيدين بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة. عملنا زيارة لبعض المنازل الأطفال والأهالي للكشف عن الإعاقة. الأمر اللي بيعكس استراتيجية حياة كريمة لتقديم كافة أنواع الدعم لقرابة 1500 مواطن من الأهالي الأكثر احتياجاً. فيها قوافل طبية وقوافل بيطرية، كشف وعلاج مجاني، وفيها شهادات محو الأمية، وفيها استخراج بطاقة مجانية للسيدات. بالنسبة للأزهر الشريف واتكلمنا عن ازاي نتعامل مع الأطفال، ازاي نهتم بيهم، ازاي أولياء الأمور يهتموا بأطفالهم، ازاي ما يكونوش اللي هو يمسكوا الموبايلات من صغيرين. حياة كريمة ده اسم على مسمى، الرئيس جاب لنا كل حاجة في القرية عندنا، الحاجات موجودة في المولد بقت موجودة عندنا في القرية. راجل محترم وكل حاجة بديها لنا وكل حاجة. المبادرة تركت انطباع إيجابي عند أهالينا، لأنهم حسوا بجد قد إيه الدولة حريصة على خدمتهم ودعمهم بشتى الطرق، وده تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جميع محافظات مصر.